مثل الحية راح وحكى مع توبا، وتوبا وافقت انه يصير مدير اعمالها. ولك هي سرقة؟ طبعا اسمها سرقة على نيو موصوفة، عم يتعدوا علينا هدول، ما لازم نسكت لهم، لازم نوقفهم عند حدهم ونمسح الارض. ولا على بالي، بس ولادي طاير عقلهم بهالزلمة يا رجل. يعطيك العافية سراج، شكرا كثير، اعطيتني درس حياتي بهالعملة، معناها حتى الناس اللي بنشتغل معهم بنفس المكان ما لازم نوثق فيهم، وطبعا هلا بدك تقلي هذا لمصلحة الوكالة. ايه تماما هيك. من ورا غلطك بدك الوكالة تنضر؟ الوكلاء الباقيين كانوا سمعانين بالقصة وملاحقين توبة. انت لو عطيتني كم يوم تانيات بس. لا جلال، ما كان في عندك كم يوم، لهيك اتدخلت بالملف فورا. توبة معنا ملف، هاي ممثلة. اكزاكتلي. بفضل هديك الممثلة رح تطلع لمراتب أعلى. من بعد إذنك في عندي اجتماع انتجراسيون هاد. أهلا وسهلا يا شباب. إلا عندي. لك أصلاً أنت شو بفهمك بالفن الراقي؟ لك أنا ليش ما حكيت هاي الجملة قدامه؟ يا ريتك قلت له إياها، كنت هزيت له كيانه. سهيلة، هدول لازم ينبعتوا ضروري. دجلة، سمعتي باللي صار؟ شو؟ سراج بيك سرق ممثلته لجلال بيك، توبة ما غيره. يعني منيح إنه ضلت الوكالة، بس أنا زعلت على جلال بيك، هو حساس مانو مثل سراج بيك. طيب وشو صار بموضوع اللي فساد؟ هالموضوع بتوقع انتسى وما عاد حدا يسأل فيه بعد اللي صار. بس يلي عمله سراج بيك مانو بشع كتير؟ لك الزلمة مانو طبيعي. وأنا هيك رأيي. جيت شوف إذا محمرين خدودك من الخجل ولا لا، بس مو شكلك. الدق اللي عملته بجلال ما ضايق ضميرك ولا شوي حتى؟ أنا ما عملت شي بخجل. أنا كل اللي عملته أني رجعت أهم عميلة لهالوكالة. لا، قطعت لي قلبي. لميس، قبل ما تجي تحاضري علي بالأخلاق، روحي دوري على اللي فسد لتوبة عن حكاية عمرة، قصدي مساعدتك. مستحيل، شو عم تحكي؟ توبة هي اللي قالت لي. وبعدين ليش عملتها؟ بأي نية؟ ما بعرف ولا بيهمني كمان، بس الهيئة هالبنت رح تتعبك. ليش لتسوي هيك هي؟ ما بعرف. وجلال أفندي خلقه براس مناخيره، لهيك ما قلت له، بس قلت لك إلي حتى تتصرفي. بتقلعيها، بتخليها، ما بعرف. أنا لو محلك بلع. دجلة تعي لعندي. فوتي سكري الباب. عادي. ما خطر لي انه ما لازم قابل الممثلين برا الوكالة، ما رح تنعاد. شو قال انت اللي قايلتي لها لتوبة عن قصة العمر؟ ليش عملتي هيك؟ ما كنت بقصد شي بنوم، كنت مفكرت عارفاني وحكيت لحتى خفف عنا الموضوع. شغلتك انتي انه تعدلي مزاج الممثلين؟ انتي جاي لهون لتشتغلي ولا لحتى تعملي علاقات مع المشاهير؟ لو انا اللي كنت عم اقول لحالي لقيت مساعدة ذكية وحيوية وحربوقة، بس اللي شايفته انه طلعت واحدة سرسرية. بس فهميني، انا عن جد بدي افهم منك، وقت تتلاطفي مع توبة شو رح تستفيدي؟ رح تاخدي لأمك أوتوغراف منها؟ لو توبة راحت لوكالة تانية، عندك خبر قديش منخسر بالسنة يا زكية؟ فيكي تتخيلي الموضوع؟ أنا آسفة، مو بقصدي. الحمد لله أنه سراج ما راح مباشرة لعند جلال وحكالي إلي، وإلا ما كنا قدرنا نخلصك من إيدين جلال. شو؟ سراج بيك هو اللي قالك؟
قومي ضبي اغراضك وقبل ما تطلعي امرقي على المحاسبه، خليوني يدفعوا لك اليومين اللي اشتغلتيهم. تعي لشوف كوكوش. كوكوش لك، كوكوش وينك؟ عن جد ما تواخذيني. بتطفش العالم. بيومين لحقت تشوف شغلك وما يعجبها؟ بس صار بيني وبينك في روابط قوية. بس من جهة تانية منيح لي صار هيك، أصلاً هون المكان مثل القبر. حروب وأنزعة وتوترات المساعدين وتوتر الريتينج وغيره. تولين؟ دجلة بدها تمشي ما رح تجي تودعيها؟ الله معك. قليلة ذوق. عن جد شكرا كثير على كل شيء. خلينا على تواصل، ايه؟ وإذا عرفت في شغل بيناسبك فورا بخبرك. تمام، شكرا كثير. بشوفك على خير. بتفوتي على مكتبه بتبحبشي بعقوده وما بعرف، بس بدك تعرفي لي شو هو الرقم بأي طريقة. حابة بارك لك لأنك نجحت بتقليعي من الشغل. أنا ما عملت شيء، أنت اللي قلعتي حالك. مو جاي لحتى ناقشك، رح رجع لك هدول وأمشي. ضبيهم ما في لزوم. ما صح اللي رجعهم قبل هلا. انت حطيتهم بجيبة جاكيتي يوم اللي اجيت لهون وحاكيتك. امي ما وافقت تاخذ مصاريك وانا نفس الشيء. ليكن قدامك وما صرفت منهم ولا قرش، فيك تتاكد. يوم ما قلت لي هالمجال مليان ناس متوحشين، بس طلعت انت اكبر متوحش فيهم. حتى بنتك ما نفدت من وحشيتك. بهنيك مره ثانيه. ليكك متذكره اني حذرتك وقلت لك هالدومين صعب، أخلاقك وتربايتك ما حيزبطوا هون أبدا. هون مو إليك. لهيك روحي رجعي لعند أمك وحاولي تبلشي من جديد، وبتمنى لك التوفيق. الله معك دجلة. اعملي لي حجز بالمطعم الياباني اللي بإيتيلير، بدي احتفل بعيد ميلاد. حاضر. الو، الاجتماع عندهم بالشركة، بتعرفي العنوان ولا ابعث لك اللوكيشن؟ كوكوش تعي. شو مين حضرتك؟ أنا مساعدة لميس خانم الجديدة.
هيك كنت مارقة من هون هيك شفته عم يعضوض الوراق بالأرض. كوكوش لا بتعضوض وراقه ولا غيره. لميس اللي بعتتك لهون لتتجسسي مزبوط؟ لا لا عفوا ما في هيك شي بنوب، مو هذا اللي صار. حضرتك فريدة خانم مو هيك؟ أنا دجلة. قديش كنت بتمنى لو أني مساعدة حضرتك. برأيي حضرتك اللي بتمثلي أهم ممثلين بهالوكالة. السينما القديمة مميزة كتير ونجومة هنن أبطالنا من الصغر. تمام بكفي هيك. أنا ما بحب المجاملات ولا بتعبي لي راسي. ليكي مخرجين هالأيام ما بيفهموا لأنه ممثلين زمان موهوبين كتير. مزبوط حكيك، مزبوط الحق معك 100%. شكراً كتير. بالإذن أنت الممثلة التركية اللي حتكون بفيلم بوند. أنا عن جد كتير متحمسة. ونحن متحمسين. بس في أمور صغيرة حابة أحكي فيها. تفضلي. الشخصية 25 سنة، يعني إذا بدك الدور حتكوني مضطرة لشوية رتوش. ما فهمت قصدك. أنت محظوظة كتير إنه شكلك ما بيوحي بعمرك، بس بحاجة لمسات وشوية رتوش، يعني مثلاً حوالين العيون. بدك يعني أعمل تجميل؟ مو هيك قصدك تقولي؟ ما منعتبره تجميل، رح تعملي شوية رتوش مو أكتر. مستحيل، هذا الموضوع محسوم. توبة برأيي ما ترفضي، اسمعي للآخر. ما في شي بخوف، الناس بيعملوها باستراحة الغداء وبيرجعوا على مكاتبهم، كم شكة إبرة على الجناب وخالصي. ما في مجال، مستحيل أقبل. توبة بدك الدور؟ ايه طبعا بدي الدور. معناها لازم تعمليها، لأنه هاد شرط المخرج. يعني كأني لقيت ذهب بالطين. ايه مو مشكلة، خليها تبلش شغل مع أستاذ تمثيل. هي موهبتها ضعيفة بس جمالها خارق مو طبيعي. دخيلك بلا ما تمثل أصلاً، هي تطلع على الشاشة وبس. وصلت للعقد يلي كنتي طالبتي مني، إذا حابة تعرفي مضمونه ناطرتك ورا الأسانسير. برجع بحكي معك ماشي؟ لميس خانم يا أهلي، ليش الرقم الموقع عليك؟ بتحبي تشربي شاي؟ يلا قولي لي. تمام تمام، قولي قديش وبرجعك على شغلك. توعديني؟ بوعدك. رح كون أفضل مساعدة بكل الوكالة، وحتى تولين رح أغطي عليها وبتشوفي. خليني روح جيب لك شي بارد. يلا قولي قديش. 350,000. يلعن هالحكي، عن جد هالزلمه مو سهل. شو بتشربي؟ فنجان قهوه تركي. بكر بكر عمر، فنجان قهوه ساده للخانم. وسط وسط وسط. حاضر. مرحبا توبة، تفضلي من هون. ما بحب غير بوشي لأنه أنا كتير بحبه. الأسبوع الجاي عيد ميلادي، ما توقعت إنه تجيني هيك هدية بهيك يوم. زوجتي قديش عمرها برأيك؟ 36 أو 37. 42. 42؟ أنت أكيد عم تمزح. مرة بالسنة بوتوكس، حشوة خدود وتحت العيون شوي صغيرة. عن جد مو مبين عليها أبدا. هذا القصد. دكتورة موجود باسطنبول؟ وأحسن واحد. لكن شو رأيك تحكي معه بكرة؟ هذا هو القرار السليم. شرفتينا. يلا بشوفك.
غلبت سراج بيك على سن ورمح عم تتخيلي؟ ماني مصدقة ايمتى يصير بكرة الصبح مشان انزل على الوكالة. بدي خليه يهري شفايفه من كتر ما يعض عليهم. انا متأكدة انه رح يعصب كتير. معناتها انتي طالعتي له لانه لما بتعصبي بتعضي على شفايفك. غالبية الناس بيعملوا هيك، وين الغريب بالموضوع؟ بعدين حتى لو بتشبهوا بعضكم بالنهاية هو مانو اي شي بالنسبة لي. شلون هالجاكيت؟ حلو بس مانو ستايلك. تعي بتعرفي لازم جيب سكربينة كمان، كل اللي بالوكالة لابسين كعب وانا كأني صبي الحارة بيناتهم. ايه طبعاً خدي. أهلا وسهلا. رح يكون في ستات حلوين بالهبل حواليكي وانتي لازم تجاريهم. ايه دجلة؟ هلأ هو عن جد رح يقبض 350 ألف على هالفيلم؟ ايه؟ إذا بيصور فيلمين بالسنة ناح بيت أهلي في شقق هيك سعره، يعني بالسنة بيحسن يشتري بيتين. ليش لا يشتري بيتين كل سنة؟ مظبوط، بيشتري سيارة، بيت بالمصيف، بس بعد سنتين بتخلص القائمة، شو رح يعمل بكل هالمصاري؟ هن مو كل سنة بيصوروا فيلمين، في ممثلين بيضلوا سنين وما بيجيون دور. أيوة ما في حل وسط، يعني يا بيلمع نجمه أو بيمسحوا فيه الأراضي. ميرال شوفي، في فتى صغير هون، إيه بس ما حدا رح ينتبه له. مين رح يشوفه هلا؟ عفوا بقديش هاد؟ 59 ليرة يا أنسي. شو رأيك؟ فاصلي بينزل. منيح مو خسارة. شوفي رح قيسه. قوليلي باري شو بيقبض نفس الشي كمان؟ ما بعرف. يا عيني منه حلاوة ومنه زنجيل كمان، هذا فارس أحلامي. خليكي مع الناس يلي بيشبهوكي حبيبتي. عصبية وقوية بس حبيتها للميس خانو، ما أنا خبيثة مثل سراج بيك. بس بارش واحد مثلي ومثلك بالضبط، إنسان طبيعي تماماً. بعدين مو هو قالك إنه جاية من الفقر؟ إيه بس مانو بالفقر هلا. تمام رح أخده لهاد. من بعد إذنك ما فينا نعمل تخفيض صغير؟ لميس خانو دجلي رح ابعت لك عنوان بار هلا، بتروحي عليه بتطالعي بارش منه على الهسي بتوصليه على بيته. فهمتي شو قلت لك ولا لا؟ عفوا ليش هو ما يطلع لحاله؟ عامل خناقه وقدام الباب متروس صحفيين ناطرينه يطلع. الحمد لله انه صاحب المكان بيعرفني وخبرني فورا. انت ساكنه بكورتل وش ما هيك؟ خلال خمس دقائق بتركبي التاكسي وبتكوني هنيك خلال ربع ساعه. تمام رح بدل ثيابي وفورا طالعه. لا 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 ما تضيعي وقت بهالحكي، ما حدا بيهمه شكلك هلا. رح ابعث لك اللوكيشن، اعطي اسمي للي على الباب. طيب شو ممكن تقولي؟ استناني عند الباب اللي ورانا. انا كثير سعيده باهتمامكم وبحبكم ولا يهمك. بصراحه هذا اهم شيء بالنسبه لاي فنان، وانا بوعدكم انه دائما احطكم بصوره اي جديد بيصير معي، لانه دعمكم هو اهم شيء. شكرا لك. شكرا كلك ذوق. هلا حابين ناخذ منك تصريح لمجلتنا ممكن؟ مرحبا. أهلا وسهلا. الست لميس حاكتني وقالت لي اجي لهون مشان بارش. فوتي لجوا لجنب البار واسألي الحارس اللي هناك. جنب البار تمام شكرا. أهلا. مرحبا. أهلين. لو سمحت بدي اشوف بارش. ايه تكرم عيني تفضلي. شكرا. بارش المساعدة انت كمان هون؟ جيت اخذ حضرتك. قلت لك الله يكون بعونك. متخانق مع حدا؟ مو بايدي غصب عني. اي واحد بيقول له انك صرت مشهور بس ما صرت زلمه شو ممكن يعمل؟ هذا دب اللي على البيجامه؟ باندا. حلوه كثير. ما دام قربنا كل هالقد من بعض صار فيك تشيلي الرسميات. ما بدي اقول هيك مره تانية. تمام بس لازم نمشي من هون فورا، لازم نمرق من المطبخ ونطلع من باب الموظفين. يلا لحظه، هالمرة أنت عم تساعديني لأهرب بالسرقة وهيك منكون خالصين.
خالصين. يلا يلا دير بالك، انتبه شوي شوي. انت منيح؟ وقف. شرف اقعد شوي. انت اقعد شوي، خليني ساوي فنجان قهوة سادة نشربه وبعدين بنمشي. شو رأيك منيح؟ خد مسيك هاد. كنت حابة أعمل لك ياها برغوة بس ما زبطت. دبر حالك. يسلم ايديك. انت من اسطنبول؟ يعني درست كونسيرفاتوار بمكان تاني وبعدين اجيت على المكان اللي هو قلب السينما؟ انا ما درست كونسيرفاتوار. لا ايدك واجعتك؟ لا انا متعود. القهوة سادة كتير كأنه. استنى. تمام تعال. انا كنت زعلانة منه كتير. تعرفي انا ليش حتى لو بس عندي بردتي؟ يلا امشي بسرعة لو سمحت. لا تخاف ما حدا لحق يصورك، ما زبطت معهم هالمرة. إذا حدا صورني لميس بتلاقي لي حل. أنت إذا بدك ولا ما بدك، في آلاف الصبايا كلهم بيحبوك، معجبين فيك. حتى في صبايا بتمنوا إنه حبيبهم يكون بيشبهك ولو شوي. يا ريت لو بدل ما تتخانق بالبارات هيك، تعمل شي تكون قدوة فيه لهدول العالم. أنا ما كان بدي إياهم ياخذوني قدوة. إيه بس كونك طلعت على الشاشة أكيد رح ياخذوك قدوة. أنا هيك رأيي. الإعجاب والإحترام بيحموكي من عدم القيمة وضعف الحيلة أو هيك شي يعني. في حدا قايل هالقول مو متذكر مين. مارلون براندو. ما شاء الله عليك بتعرفي كل شي أنتي. لا مو هيك، صدفة قريتها مرة بمقالة وضلت علقانة ببالي. شوف في معي محارم ومعطرة، شو رأيك امسح لك الجرح بلا ما يتجرسم؟ دايرة بالك علي منيح. تصبحي على خير. تلاقي الخير، دير بالك. برو وينك لهلا اخي؟ شش. احتفلتوا انت والممثلين بعد التصوير؟ ها؟ لا طلعت سهرت لحالي.
خير شو بجبينك؟ ولا شيء. كيف يعني ولا شيء؟ يا أخي أنت طلعت لتسهر ولا تساوي خناقة؟ لك لا نقاش صغير ما في شيء. بدك تضل تتخانق مثل ولاد الشوارع؟ بارش ليك أنت زلمة رزقتك من وشك تمام؟ تحركشك حدا بتطلب الحراس تبعك مديرة أعمالك ما جابت لك حماية؟ حماية شو أخي؟ أنا ما بدي حماية ولا غيره. طالع نام. معناتها بتبعت ورا أخوك ماشي؟ صحيح أخي؟ شو صار بالمسلسل تبعكم؟ ما بعرف. ليك شو رأيك تقترح عليهم يجوا يصوروا بالمطعم عنا؟ أخي أنا ما بقول هيك شي. لك ليش بقى؟ إذا صوروا عنا رح نكسب بلاوي منهم. إذا شغلة بيجينا منها فائدة ليش نروحها علينا؟ وليك ما نو مطعم هات إيدك والحقني. شغلة محترمة وعلى كيفك. أخي راسي رح يفجر بعدين منحكي. طيب تمام بس ليك ما تنسى ها؟ باريش أخي ليك إذا مشي الحال أنا كمان رح استفيد ها؟ بيطلع لي نسبة. هدول مضطر عليهم كتير لازم تلاقيهم. هلا بدور لك عليهم. طيب ماشي. صباح صباح النور. صباح الخير سراج بيك. نحل الخلاف بيني وبين لميس خانم وضليت عم بشتغل هون. مالي فاضي لأني شو؟ أنا عندي معجبات كتير. لا 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 تحكي معي بهالطريقة مشان ما عصب. إيه ليكي أنا عصبي كتير لا تخلي صوتي يعلى. إيه حلو جميل حبيت مثل ما شفت جلال بيك مؤثر شوي بيطالع الواحد عن طوره. شفت قديش متعوب عليه؟ ايه شفت. احيانا انا بفتح وبتفرج على الفيديو بس بدي اخلص شوي واطلع من اجواء اليوتيوب. بصراحة انا حابب ادخل على السينما او التلفزيون بدي اشتغل بهذا المجال وبعد شوي عن اليوتيوب يعني بتعرف. فكر يعني منوصل لقرار بس بدنا نحكي مع كم حدا بالاول. بس في شغلة مهمة يعني بالنسبة للتجميل انت ما عندك اي خوف او تردد ما هيك؟ لا بالعكس فكرة كتير حلوة بالنسبة لإلي. ما أنك ضد التجميل يعني؟ بالعكس حمستني كتير. طيب ماشي شو اسمه معناها منحكي خلال كم. تمام تشرفت بحضرتك كتير. وأنا تشرفت بالإذن. أهلين. مرحبا يا حلوة. أهلين. شو عم بتحاول تكتشف مواهب جديدة ومن اليوتيوبرز؟ بما أنه خسرت نجمة مهمة لازم أمن غيرها. قلت بحول على الكوميديين شوي بس ما بعرف إذا رح أقدر لاقي ممثل بمستوى توبة. أنت ليش استسلمت بهالسهولة؟ بخصوص توبة؟ لازم أحترم الخسارة. لما شافتني ما اطلعت بيوشي بيضل علي أتمنى للنجاح والتوفيق. يعني أنا ما بعرف بحياتها بس ما بتوقع تكون مبسوطة. لك تخيل من أول يوم بعتها لعن دكتور تجميل. كيف؟ إيه أنا اللي أخدت لها الموعد. أنا ماني ضد أنك تحترم الخسارة بس أنت ما كنت مجرد مدير أعمال أنت كنت صديق. توبة توبة جلال كيف سمحوا لك تفوت لهون بالمطار؟ شكلك كسرت كم قاعدة. توبة كرمال الله لازم نحكي زلي شوي. شو شايف هالخيل شو صعب؟ ما عم يرضى يوقف أبدا. ياقوت على أساس أنك شاطرة كتير بركوب الخيل ولا تحطي علي وأنا مدير أعمالك؟ مستحيل كذب عليك هنن كم درسوا بصير أشطر من ركب خيل بس أنا عم بتذكر شوية قواعد لأني نسيتها. لو سمحت لا تحكي عن الكذب لأنه أنت اللي كذبت علي. لا أبدا أنا كرمال ما أجرح مشاعرك حرفت الحقيقة شوي صدقيني.
لا ما تعملي هيك توبة، شدي ظهرك شدي ظهرك، ما تعملي هيك، شدي الرسن. جلال ساعدني ياخد توبة، راحت يا ناس ياخد لو ايه يا جلال، توبة راحت. انت زعلان مني لاني عم بشتغل مع سراج؟ بالاول ايه، بس هلأ لا، علاقتنا مو شغله بس، انتي رفيقتي وحياتي. شوفي شو الأنسب إليك واعملي. بتجي معي يا دكتور التجميل؟ بصراحة أنا كتير متلبكة، ما حبيت بيان لسراج هالشي. خليني شوف برنامجي وبعدين بجاوبك. خليني شوف برنامجي وبعدين بجاوبك. ماشي. صباح الخير. هاي الشراطيط اللي لابستيها خليها ببيتك، عندي بتكوني شيك أكتر، انتي بتمثليني إلي. سرقت ممثلة جلال وهلأ حطيت عينك على مكتبي؟ دجلة ليش لساتها عندك؟ سؤالك وطريقة سؤالك البشعة ما حبيتهم أبداً، ماني مضطرة أبرر لأي حدا أسباب تعييني وطردي للموظفين اللي عندي. والغلطة يلي عملتها معتوبة قليلة؟ لما تكون مصلحة الوكالة على محك كلنا مجبورين نقدم مبررات يا خانم. بالنهاية ارتكبت خطأ بس ما تسببت بمصيبة. لو أنا ما منعتها. سراج لشو هالعصبية؟ اللي بيشوفك كيف معصب من وجودها بيفكر إنه في شي بينك وبينها من قبل. شو عم تحكي أنت؟ بحياتي ما شفتها. كل انت اصطفلي. طولين رح اسألك سؤال بس كوني صريحة واصحك تخافي على زعلي بالمرة، ماشي؟ ولا بتهميني اصلا. برأيك اللي لابستهم بشعين؟ شوفي تمام، وقفي رخاص كتير ودمه وتقليد كمان كتير بشعين. يا يسلم. ولو حبيبتي واجبي. شكراً كتير لأنك تعذبت وجيت. لو سمحت ما تقلب وشك لأنه التجاعيد بيطلعوا فوراً. طيب رح روح صف وإجي. جلال ما في داعي تجي معي، أنا بدبر حالي. معقول هالحكي؟ طول بالك ولا تصعبه، نص ساعة وبخلص. ماشي؟ خليني شوفك وقت تكون فاضي، لا توزن علي. ماشي؟ إمتى ما بتحبي. عن جد مبينين؟ جلال شو رأيك انت بهالحكي؟ عندي تجاعيد؟ ما في خطوط ولا شيء. كيف ما في؟ شوف بعينك. لما امك مرضت توترتي وخفتي كتير ووقتها طلعوا هدول. اسمعي، هدول الخطوط الصغيرة الحلوة اللطيفة اللي حوالين عيونك لأنه حضرتك ما بتحبي تحطي نظارات شمسية. طيب فهمت عليك، اللي انه في بوشي خريطة. مو خريطة وشك، ذاكرته. ايه مزبوط معك حق. ايه لأنه كل خط له ذكرى ومعنى لحاله. تفضلي، الدكتور بانتظارك. طيب شكرا كتير. معقول ناطرني لهلأ؟ عارفان ما رح تعمليها. أنا مستحيل أمحي ذاكرة وشي، وحتى لو بدي أخسر الدور بس خلاص مو مشكلة. يلا أنا كتير جوعانة. همبرجر؟ إيه طبعاً.
طلعي فيني. بعرف حواس راجع عامل مشاكل مو؟ مين هيك قالك؟ وقت كنتي بغرفة النسخ هو راح لعند لميس خانو حطت له لزاقة عجبينه. أكيد خناقة، ما في غير هيك. إيه راح يتعب لميس خانو كتير منه. ليش هيك عم تحكي؟ فجأة صار مشهور والشهرة ضربت بوشه مثل الكف وما عاد حملوا عقله. تماما. فارش نحن كم مرة بدنا نحكي بهالموضوع؟ الكل مفتح عيونه عليك، انت لازم تنتبه على أبسط تحركاتك. الناس ليش ما بيهتموا بالدور تبعي وبس؟ أنا ماني الشخصية الرومانسية اللطيفة اللي بالمسلسل، أنا بني آدم بشرب أحيانا، بعصب وبتخانق. تمام، بس القصص هاي ما بتمشي هيك، وانت بتعرف هالحكي. المعجبين بدهم اياك تكون يا امور، حتى بدهم اياك انه تحب البنت اللي بتحبها بالمسلسل. هن بيكتبوا لي سيناريو وانا لازم العب الشخصيه اللي ببالهم؟ انت لازم تسايرهم شوي لترضيهم، هذا اللي عم قوله. صعبه لميس، الناس بتدياني كل الوقت مثل شخصيه غير شخصيتي وانا عم اتوتر. وقت تنشهر ما بيعود عندك حرية، الشهرة والنجومية هي ضريبتهم. لو سمحت انتبه على حالك. بنص الموسم بتروح برات البلد بإجازة، وهنيك عمل شو ما بدك يا أخي، بس من هون لوقتها بدك تنتبه على حالك. الشرب ممنوع، الخناقات ممنوعة، طلعات مع بنات بالأماكن العامة ممنوعة. فضيحة تانية بتنهي حياتك المهنية، حتى أنا ما رح أقدر لملمة وقتها. هي عم قلك. وبعدين لما تعمل اتفاق على الموسم الجديد رح تقدر تضل بالفيلا المفروشة، ما بتضطر تنتقل على بيت تاني. يعني إذا ما بوقع عقد الموسم الجديد رح أرجع على الأبو اللي إجيت منه؟ لا يا ربي مو هيك. لا لا أنا مو هيك كان قصدي. بارش أنت موهوب كتير، بترجاك لو سمحت ما تخرب كل شي. طيب ماشي. لو سمحتي تعطي. سلام. شكلك مو منيح، مرضان شي؟ لا. لكن ليش تعبان؟ مبارح ضل بالي عندك، كنت بدي ابعت لك مسج بس بعدين قلت بتكون نمت وهيك صار. ماشي. انا ضايقتك بشي مبارح؟ أبداً، أنت ما عملتي شيء. طريقتك مو مثل العادة. مرحبا يا جماعة. بارش أنت هون؟ شكلك مو نايم كل الليل. شبك؟ جبينك شبه؟ لا خدش صغير بس. سلامة قلبك. ثنائي العام مع بعض؟ مالي ناقصك، نحن مو بالتصوير هلأ. أو إذا يعني أنت وياها كتير لابقين لبعض، كل ما بشوفكم مع بعضكم بحس انه لازم لكم ما شاء الله حولكم. دجله شو كنتي رايحه؟ لا هذا جاكيت رجالي لي. لا جاكيت رفيقي اعطاني اياه لما بردت امبارح. دجله بتشارتي انه هدول الاثنين رح يصيروا عشاء عن قريب؟ بيعجبوا بعض. ليش الناس العاديين ما بيعجبوه؟ لا مو هيك، الناس العاديين ما بيتحملوهم. شو هالحظ اللي عليها هالبنت الدرسانه؟ كانت اميره ابوها وهلا حبيبته لهالحلاوه. ليكو إجا حبيبي. يا حبيبة قلبي. وهي الممثلة عنده؟ لك لا هي بنته. شو؟ شو في شبهك؟ مو لشي. ألو نعم. يلا. أيوة. سراج عنده خبر انه توبة طردته؟ لا بكرة رح يعرف. يا شو متمنى يشوف ملامح وشه بس يسمع بالخبر. لما بيسمع انه ما عملت البوتوكس رح ينفلش. والله يعطينا خير هالضحك. خير جلال كان عم يحكي لي شي بيضحك كتير، شغلة ما لها علاقة بالشغل. شوفي ليش متوتر. الامور تكركبت بفيلم بوند. ليش بقى؟ توبة خانو وعدت بالأول أنا رح تعمل تجميل بعدين غيرت رأيها. إيه عملت منيح، أصلاً ما في أحلى من الجمال الطبيعي. شو نحنا جاهزين يا شباب؟ صحي وين دجلة؟ ليش مشيت؟
لأنه انتهى الدوام حياتي ونحن بقينا هون لحتى نحكي مع نادر بيك. أما دجلة لسه ما بتعرفه. خلصونا بقى. إيه؟ فهمنا. أزمات الممثلين تبعكن ومناقراتكن أجلوا لياهن شن الساعة. رح نتصل مع نادر هلأ لأنه أنتوا أصريتوا. بس ولا واحد منكن بيحكي عن مشاكله ومشاكل الممثلين. ما بدنا نخرب له إجازته لنادر. بظن كلامي واضح. ما رح عيده. يلا ابني اتصل وافتح سبيكر. طيب اتصلوا صوت وصورة. خبرنا انه النت مو منيح هنيك. لك بيكون هو هيك عم يحكي مشان ما نشوف الكوكتيل اللي بايده. لك مرحبا عمي نادر. نادر بيك حضرتك على السبيكر. نادر بيك انا كمان هون. انا تولي. كيف الاجازه معك عمي نادر؟ لك ما تحكوا كلكم مع بعض. دوختوا له راسه للزلمه. نادر يا قلبي. انا جيلان. اه جيلان مرحبا. كيف صحتك؟ جيلان؟ جيلان بعتنا مسج لعمي نادر انه رح نتصل. نادر نادر ما عاد موجود. مات. شو قلتي؟ اجته جلطة قلبية. هو عم يسبح بالبحر. جيلان شو عم تقولي؟ جبته على المستشفى بس ما قدروا ينقذوا. طولي بالك شوي. ما طلعت لسه؟ لك رح أتأخر. صدف ممكن تستعجلي شوي. رح نتأخر على الشغل. هالمصروعة كأنها رايحة على عرس مو على شغلة. هلأ هالساندويشة بتشبعي؟ شو بدي أعمل؟ ما معي مصاري زيادة ولسه بدي عبي كرت المواصلات. ما عم يعطوكي بدل مواصلات وأكل؟ لسه ما بعرف. بس بدي تخلص فترة التجريب هي وبلش أقبض راتبي وارتاح بقى. لو معي والله ما بقصر. بس عم ببعت لها لماما من معاشي. شو أعمل؟ شو بدك تعملي لسه؟ ما بيكفي كل شي صرفتي علي لهلأ؟ خلص ولا يهمك. رح أبعت له رسالة ليقين. إذا صار جرتي خبرني. وأخيرا يلا. لك ما بتتركوا الوحدة تتهنى وهي عم تحط مكياجها. ما وصلت مو هيك؟ صحي صباح الخير. كل يلي بالوكالة منهاري. لا ما خبرونا امتى رح تكون الجنازة. جنازة مين؟ مين هو اللي مات؟ ثانية لو سمحتي مدام. وكالة إيجو. اي مع الأسف. اي مزبوط الخبر. مات. مين سهيلة فهميني؟ بس ثانية لو سمحتي بدي رد. ألو وكالة إيجو. اي نعم الخبر مزبوط. بابا. الحمد لله. فكرت صار لك شي كنت رح موت من الخوف. مين هاي سراج؟